بالعلم سترقى امتنا ونجوب الدنيا داعينا، ان رحب الفكر تسامينا وسمت في الافق مساعينا، بالعلم سترقى امتنا ونجوب الدنيا داعينا. السلام عليكم اعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، بالنسبه لبروميييار كور دو ترونكوم شابتر 1 سي لونسومبل دي نومبر اي

on va les diviseurs d'un entier naturel et le plus grand commun diviseur de deux entiers naturels c'est-à-dire le pgcd la partie 4 on va voir les nombres premiers les ou الاوليه la dernière partie on va voir la décomposition d'un entier naturel en produit de facteurs premiers Et dans deux la première partie les nombres pairs ou les nombres impairs. Alors comment déterminer un nombre comment déterminer ça Par été. Alors définition. Soit a est un nombre entier naturel, y yani a un ou un nombre entiers On dit que a est un nombre pair s'il existe un entier naturel k tel que a est égal à 2k. Y a un nombre parmi les multiples de deux. Chasseykon un nombre pair. Chasseykon un des nombre k. بحيث أن أ كتساوي دو فوا كا، اذا أي عدد أ كيتكتب على شكل دو فوا أن نوتر نومبر أونتي ناتوغال، و نلابال نومبر بير. أن نومبر أمبير العكس ديالو، كيتكتب على شكل دو كا بليس أن، يعني كيكون كي عدد فردي. أي عدد كيتكتب على شكل دو فوا أن سيغ دان نومبر أونتي ناتوغال بليس أن، هذا كيتسمى عدد فردي، أن نومبر أمبير.

Donc, nous avons choisi le nombre N, nous avons choisi l'ensemble des nombres entiers naturels Exemple étudions la parité du nombre 1 tel que A est égal à 12n² plus 2N plus 4 avec N appartient à N, c'est-à-dire avec N est un nombre entier naturel C'est-à-dire que le N est un nombre entier naturel Nous Et choisi le nombre 1. Nous avons choisi le nombre 1 et le nombre 1. اذا شنو غادي نديرو خاصني نحاول نكتبو على شكل على شكل دوكا او على شكل دوكا زائد واحد انا دونك غادي نحاول بجوج بهم كنلاحظ كاين دوكا يعني غادي نحاول نعمل بدو في هاد لو نومبر اي نومبر قالك ايتي ديال لاباريتي غادي نحاول نفاكتوريزي بدو الا بقى ليا بلس 1 أه؟ غادي نقول ايتا نومبر امبير ما بقاش ليا بلس 1 أه؟ غادي نقول ا ايتا نومبر بير Et dans soit n appartient à n, on a a est égal à l'expression là On factorise 2, on factorise 2, 12, il 2 fois 6, factorise 2, ou 4, il 2 fois 2. Et dans j'ai 2, multiplié par l'expression. Avec l'expression, a k Avec k est égal à n au carré plus 6n plus 2. Et k, bien sûr, c'est qu'on un nom Et dans ce qui est 2k. a est un nombre pair Et dans a... عملت بجوج وهذاك الشيء اللي بقى ما كيهمنيش المهم هو يكون ايتان نونتي ناتورال اذا لا لي على شكل دوكا غادي نقول ايتان نومبر بير ولكن لو كان بقات لي هنا شي زائد واحد غتبقى لي هنا زائد واحد غادي نقول ا ايتان نومبر ان بير ريزلت اذا سوا ان ان نونتي ناتورال يعني شنو 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 اللي نستنتجوا من هاد لي بروبريتي اللي, اللي هضرنا عليهم بجوج باغمي هاد لي ديفينيسيون ديال نومبر بير و ديفينيسيون ديال نومبر impair. Si n est pair, alors n au carré est pair, c'est-à-dire un nombre et leur carré ont la même parité. Et garder, quand une personne a une certaine soit le soit le mari, yani, il a dû qu trouver qui partent avec le mari. Signifie qu'il est qu pair, qu'il est pair, qu'il est impair, qu'il est impair. Si n est impair, alors n au carré est impair. Troisième propriété le résultat, le produit de deux nombres entiers successifs qui se suivent, tels que كيلكونك ايت ان نومبر بير يعني جود عددين متتاليين هو عدد زوجي كيف ما بغى يكونوا هاد العددين مثلا 16 في 17 تعطيك عدد زوجي 3 في 2 تعطيك عدد زوجي وهكذا يعني الريزلت ديالهم 3 في 2 هي 6 ديمونستراسيون اذا سي ان ايت ان نومبر بير الوغ انو كاري اي بير غادي خصني ديمونطري عليها غادي نختارو باغ اكزومبل ان ايت ان نومبر بير الوغ ان سي كري سو دوكا ديال كوكا ابارتيان ان اذا ان كيساوي دوكا اللي بغيت ندير ان او كاري غادي ندير دوكا او كاري هان كاري نفرقو على جوج وعلى كا هي كاتخ كا أو كاري هادي كاتخ هي دو فوا دو إذا دو فوا دو كا أو كاري يمكن ليا هاد دو كا أو كاري نسميها كا بريم هادي هي كا بريم يعني ساوي دو فوا كا بريم أفي كا بريم إتيكال دو, دو, دو كا أو كاري هاد دو كا أو كاري نسميها كا بريم بيان سيغ ايتا نونتي لحقاش كا أبارتي أن إن إذا تكتبت ليا شكل دوكا وخا يكون بريم ولا دو ولا سكوند ولا تروا بريم ولا ما كيهمش المهم كي تكتب ليا على شكل جوج في العدد اذا ما تكتبت لي على شكل جوج في العدد هو عباره عن عدد زوجي دو سي ان اي بير alors ان او كاري اي بير هذه اللي دي ديمونتريت هاد لا بروميير ريزولتا دابا نشوفو لا دوزيام ريزولتا سي ان اي بير اي ان بير alors ان او كاري اي ان بير دونك نفس الطريقه غادي ندير غنحاول نشوف غنحاول عندي هنا ان ايغال دو كار بلس 1 اه. لحقاش ان بير غادي ندير ليها الكاري دونك غندير الكاري وغندير ديفلوبمون ليدونتيتي غوماركابل هذاك ان او كاري غادي يبقى هو ان أه. اذا هاد ان أه ما نقدرش نفاكتوريزي ب دو غيبقى لي بوحديت هنا ولكن هاد كاتر مع هاد كاتر يمكن لي نفاكتوريزي بدو. دو تقدر تقول لي هو نفاكتوريزي نعم صحيح ولكن انا ما كتهمنيش الكاتر انا باغي غير, إن غير دو باغي نبينو غير كي تكتب شكل دوكا دوكا ولا دوكا بليس ان أه. اذا هاد دو فاكتور هاد ليكسبريسيون اونتر بارونتيز غادي نسميها هي كابريم

إذا غادي ندير سوا إن إي إم دو نومبغ أونتي سيكسيسيف تالكو إن أنفيريو ستريكتومو إم إن. إذا إم و إن هما عددين متتاليين متتابعين بحيث أن إن هو صغير إذا إلا كان إن كيساوي دوكا إم غادي يساوي دوكا زائد واحد حيت العدد اللي من موراه متتاليين إذا إلا كان إن هو جوج كا إم غادي يكون جوج كا زائد واحد بحال مثلا إلا كان هذا خمسة هذا غادي يكون خمسة زائد واحد هذا كان ستة هذا يكون ستة زائد واحد وهكذا et y a un produit de la production. Il y 2K facteur 2K plus 1. 2K fois 2K, il y a 4K au carré. 2K fois 1, il y a 2K. Donc, il y a un facteur résidu. Il y a deux, donc, a facteur de donc, a deux facteurs communs. 2 facteurs 2K au carré plus K. Il y a entre parenthèses, a il y a K'. Le résultat y a 2K'. Avec K' est égal à 2K au carré plus K. Et K', bien sûr, est un J. دو دونك هنا ملي لقيتك تكتب على شكل دو كابريم استنتج غادي نستنتج بانه عدد زوجي اذا شنو هو هذا العدد الزوجي هو البرودوي ديال دو نومبر سيكسيسيف دو لو برودوي دو دو نومبر اونتي سيكسيسيف اي تان نومبر بير اذا هذا هو الديمونستراسيون كيتحطوا بحال هاد الاسئله في الفرض خاصكم تردوا ليها البال ديال ديمونستراسيون إذن هاد بارتي الأولى غادي تسالي حد لهنا عندكم إكزيرسيس أن يمكن ليكم تخدموه

أربعة مونتخي كورب خودوي دو دو نمبر دو باغيتي ديفيرونت إي بير يعني جداء عددين لهم ليس لهما نفس الزوجية هو عدد زوجي بحال مثلا غادي نقولوا عدد زوجي وعدد فردي ولكن ما يكونوش متتابعين بحال قبيلة بحال ليكزومبل اللي درنا قبيلة هنا عددين كيف ما كانوا يعني عندهم باغيتي ديفيرونت واحد فردي واحد زوجي بحال مثلا 16 مضروبة في 31 باغ إكزومبل ولكن حنا غادي نمونتريوها بصفة عامة إذا هاد ليكزيرسيس أ خدمناه في العرض ديال التميز اللي كاين في الواتساب مهم نتوما ديرو بوس الفيديو وخدمو ليكزيرسيس على خاطركم اذا دابا ندوزو لبارتي دو دوزيام بارتي فيها لي ملتيبل د نونتي ناتورال اي لو بلي بوتيت كوما ملتيبل دو دو زونتي ناتورال لي ملتيبل هما المضاعفات مضاعفات عدد صحيح طبيعي هنا لو بلي بوتيت يعني اصغر مضاعف مشترك ما بين عددين إذا هاد لابارتي هادي غاتهمنا عليها جوج الحوايج المضاعف المضاعفات ديال العدد صحيح و لبلي بوتيت أصغر مضاعف مشترك إذا نشوفو هاد لاكتيفيتي كوشي لي كاز كونفونابل و عاد كاين واحد تخوا كيستيون إذا غادي ديرو بوست الفيديو و هاد كوشي و هاد لي كاز تحاولوا تخدموا هاد لاكتيفيتي عاد ندوزو نشوفو عاد كملو الفيديو باش تشوفو الصوليسيون إذا كوشينا عاطين لي مولتيبل دو دو هنا في هاد بخوميييغ لين كاين واحد لونسومبل دي نومبر غادي نكوشي لي مولتيبل دو دو

كوما ملتيبل دو 4 اي 6 يعني شنو هو اصغر مضاعف مشترك ما بين 4 و 6 هاد اصغر مضاعف مشترك كنرمزو ليه بالرمز بي بي سي ام بلي بوتيت كوما ملتيبل اولا كنرمزو ليه بهذا الرمز هذا دونك على حسب كل كتاب وشنو كيستعمل اغلبيه كيستعملوا هاد بي بي سي ام اذا نديرو بوس وخدمو هاد لاكتيفيتي عاد ندوزو نشوفو السوليسيون اذا الكوريكسيون

هما زيغو إيه و لي ملتيبل دو نوف كاين مكاين شي دو نوف هنايا بالنسبة لي دو كاتخ هما هادو كاين كاتخ وي دوز نزيد بالربعة بحال جدول الضرب ديال ربعة صفر ربعة تمنية طناش سطاش في ربعة يعني ربعة في ربعة سطاش ربعة في خمسة عشرين ربعة في ستة إيه. ربعة إيه. لي نفس الطريقة غادي نبدا بالزيرو ستة تناش ثمنتاش و هكذا يعني ستة في صفر صفر ستة في واحد ستة ستة في جوج ستة في ثلاثة ثمنتاش، ستة في دابا السؤال هو البلي بوتيت كوما ملتيبل بيان هو البلي ولكن كوما ملتيبل لكن لي نومبغ عندهم زيرو اذا هاد الزيرو عليه فداك بي كنقولو نون نيل خاصنا من غير زيرو هو اصغر مضاعف مشترك هنا عندي ربعة هنا ما كينش. هنا عندي ستة هنا مكينش ستة هنا كاين تمنية هنا مكينش تمنية هنا كاين طناش هنا كاين طناش دونك غادي يكون هو هو طناش دونك بي بي سي ام ديال كاتر اي سيس سي دوز صافي نفهم شنو معنات بي بي سي ام دابا ندوزو غادي نكتبو الديفينيسيو ديالو دونك سوا ا اي بي دوز اونتي ناتورال اون ديكو بي اي ملتيبل دو ا اه سي ليكزيست ان اونتي ناتورال بي ايغال كا فوا فوا ا اه. دونك كا فوا اه بحال لي قلنا قبيله يعني ثلاثة في واحد ثلاثة في جوج ثلاثة في ربعة وهكذا دونك هذاك العدد اللي كيبان فاريابل هو هو كا إذا شنو قلنا هنا أون بي إي ملتيبل دو أ هو من المضاعفات ديال أ بحال مثلا عشرين من مضاعفات خمسة علاش حيت خمسة راه واحد العدد اللي هو ربعة سميو كا بحيث أنني غادي ندير ربعة في خمسة غادي يعطيني عشرين أبليكاسيون دونك ديتيرميني لي ملتي تو لي ملتيبل دو دو سات تو لي دو يعني ديال سبعة

شنو نبغي ندير لي بي بي سي ام خاصني ندير لي دو 5 هما الاولين وندير الملتيبل دو 3 ومن بعد كنشوف شكون هو اللي كوما نون شنو هو الملتيبل كوما بلي بوتيت هنا عندي 5 10 15 هنايا عندي 15 يكون هو 15 هو لي بوتيت كوما ملتيبل يعني حاجه هنا وكاين هنا ما هو المشترك اصغر مشترك راه غادي بزاف راه ثلاثه نقاط يعني المضاعفات غير محدوده وي ثاني غادي يكونوا بزاف انا ناخذ الصغير فيهم من غير زيرو هو 15 اذا نكمل بالنسبه للتهني عندي راه ثاني لي ملتيبل دو 12 ومن بعد ندير لي ملتيبل دو 18 وغادي نشوف شكون هو المشترك بيناتهم كيبان لي هنايا كاين 36 هنايا كاين 36 لا 18 ما كاينش لا 12 و 24 ما كاينش اذا بي بي سي ام دو 12 اي 18 سي 36 لا ديرنيار سي بي بي سي ام 2 5 و 20 دي لي ملتيبل دو 5 كيف ما درنا هنايا لي ملتيبل دو 2 20 راهم باينين ساهلين اذا شنو هما لي ملتيبل لو بلي بوتيت ملتيبل كنبدا من هنا عندي 20 وهنا عندي 20 دونك هو 20 هنا راه مازال نوصل ل 40 يعني هنا لي ملتيبل دو 5 راه غادي ندير 25 30 35 40 وهنا عندي 40 ولكن ما ناخذش 40 حيت حيت كاين 20 صغر منه اذا هذا هو لو بلي بوتيت ملتيبل كوما La troisième partie, l'axe de la deuxième partie. D'abord, de ben on a les multiples, puis on a les diviseurs. Diviseur d'un entier naturel, on a sait pas ce les diviseurs. Et le plus grand, commun diviseur de deux entiers naturels. D'abord, on a le plus petit, puis on a le plus grand. Ça fait Donc, on va travailler sur cette activité. On va faire une

دونك تو لي نومبر سون ديفيزيبل اي عدد تقسمو على واحد كيبقى هو نفسه اذا انا ملي على القواسم راه خاصني ملي نقسم هذا العدد مثلا على جوج ما خاصنيش نلقى الفاصله 6 تقسيم جوج هي 3 14 تقسيم جوج هي 7 ولكن الا مشيت درت 49 تقسيم جوج غادي فاصلة 24.5 يعني كاين الفاصله دونك راني با ديفيزيبل ندوزو لا كيسيون لا دوزيام كيسيون لي دو 12 Donc, on dit 12 divisible par 1, par 2, par 3. Là, 12 sur 2, c'est 6. 12 sur 3, c'est 4. 12 sur 4, divisé par 4, c'est 3. 12 divisé par 6, c'est 2. 12 divisé par 12, c'est 1. Donc, on moi les diviseurs de 12. les diviseurs de 18, la même chose. Quand a le cas de 18, c'est 18. On a le cas de 18, c'est le cas de 18. On a le cas de le 18. On de 18. ما غاديش نشوف الاصغر بحال قبيله غادي نشوف الاكبر اذا هنا عندي 12 هنا ما عنديش هنا 18 هنا كاين 9 هنا ما كاينش هنا كاين 6 وهنا كاين 6 اذا بي جي سي دي شنو غادي يكون هو 6 غير دونك بي جي سي دي ديال 2 اي 12 12 اي 18 6 6

يعني باش نقول بان ا راه يقسم ب سي ليكزيست ان نونتي ناتورال تيلكو بي اي تيغال ك فوا يعني هنا واش عندي حق هاد ا ندير الجهه الاخرى وندير بي على ا وتبقى لي عدد صحيح طبيعي اللي هو ك اذا هذا هو الديفينيسيو ديال ديفيزور ناخذو كنرمزو ليه بعض المرات بحال هكذا ا ديفيز بي سيتو سيونس سمارت هما اللي كيستعملو هذا الرمز بزاف اون نيكري ا ديفيز بي Et dans l'exemple, l'application de déterminer les diviseurs de 24. Donc les diviseurs de 24, nous 1, 2, etc. Et dans le 1 divisible par 24, oui, la 24 est égal 1 fois 24. La même chose, le H2 divise 24, oui, 24 est égal 12 fois 2, 3. 3 divi divise 24, alors 24 est égal 8 fois 3. C'est-à-dire que c'est la variable, had, y a 3. On a 8 fois 3. Donc, on a les diviseurs de 28. Le PGCD le plus grand diviseur commun de deux nombres entiers naturels, A et B, et, de anti et B est le plus grand entier parmi les diviseurs communs. Quand on prend les diviseurs communs des nombres A et B, on هو PGCD جي سي دي اون إيه لو نوت يا إيه اما كنرمزوا لهذا الرمز او لهاد الرمز او لهاد الرمز الثالث وهو الاكثر استعمالا آه بي جي سي دي اذا ديتيرمينيي البي جي سي دي ديال 8 و 6 بي جي سي دي دو 6 26 ايتترا دونك نخدموا هذا ليكسيرس دونك لابليكاسيون 6 دونك البي جي سي دي دو 8 و 6 غادي نمشي نجبد لي ديفيزور دو 8 ونرجع نجبد لي ديفيزور دو 6 عاد نشوف لو ديفي لو بلي غرون ديفيزور كوم Les diviseurs de 8, c'est 1, 2, 4, 8. Les diviseurs de 6, c'est 1, 2, 3 et 6. Alors finalement le plus grand commun, est 1 et 2. Il yani, y a 2 qui est le Donc pgc c'est 2. Alors les, les diviseurs de 6, les diviseurs de 26. Alors en les diviseurs communs, on a qui le 2. Donc, c'est deux il est le plus grand diviseur commun. Chez le le diviseur de 26, de 36, le diviseur de 9, on va dire 9 est le plus grand diviseur commun. On a 9, on a 9. On a 3, 3, mais il est plus grand, on a le plus grand. Donc, on a cette propriété, on nombre divisible par deux si son chiffre de l'unité est pair, il y a un c'est-à-dire se termine par 0, 2, 4, 6 ou bien 8. Maintenant, un nombre divisible par 3, c'est la somme de ces chiffres est divisible par 3. واحد العدد يقبل على on لكن في العدد ديالو بحال مثلا 36 باش نعرف تقبل القسمه على 3 ولا لا غادي ندير 6 زائد 3 هي 9 اذا 9 من مضاعفات 3 يعني 9 تقبل القسمه على 3 وبالتالي هذاك العدد 36 يقبل القسمه على 3 النوتي اي ديفيزيبل بار 4 سي لو نومبر فورمي بار سي دو ديرنيير شيفر اي ديفيزيبل بار 4 بحال مثلا دابا سنه 2024 2024 واش تقبل القسمه على 4 ولا لا نأخذ غير دوك الرقمين اللي في اليمين ناخذ 24 فقط يعني نقول الوحدات والعشرات 24 واش تقبل القسمه على 4 نعم اذا بما ان 24 تقبل القسمه على 4 فالعدد 2024 يقبل القسمه على 4 اذا اي عدد كنشوفوا فقط رقمين الاخيرين كنشوفوا واش يقبل القسمه على 4 ولا لا الا كان هذوك الرقمين الاخيرين يقبل يقبل يقبل, يقبل العدد ديالهم القسمة على 4 اذا العدد يقبل القسمة على 4 ان اون جي بار 5 سي سو بار 0 اي 5 يعني عدد يقبل القسمة على 5 الا كانت الوحدات ديالو اما 0 او 5 ان نومبر اي ديفيزيبل بار 9 سي لا سوم دو سي شيفر اي ديفيزيبل بار 9 هاد 9 و 3 راه عندهم تقريبا نفس القاعده يعني خاصني ندير المجموع ديال الارقام ديالهم شوفوا واش من مضاعفات 9 ولا لا بحال 36 كيف ما قلنا قبيله كندير 6 زائد 3 هي 9 وبما ان 9 من مضاعفات 9 فان 36 تقبل القسمه على 9 اذا كانت هذه هي لا ديغنيير بارتي اللي كاين في هاد ديال دوزيام بارتي ديال لو باردون 3 بارتي هاد تحاولوا تخدموا هاد لي زيكزيرسيس اكزيرسيس 2